نرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين. وزي ما شفنا الشوط الاولاني استحواذ وسيطره كامله من النادي الاهلي، ولكن اكتفى النادي الاهلي بهدفين واهداف كتير ضايعه. كابتن شريف، تقييمك الشوط الاول سريعا. الحمد لله التوفيق كان من نصيب النادي الاهلي، وزي ما الكباتن اتفضلوا واحنا حللنا المباراه قبل بدايتها، كل التمنيات الطيبه كانت لطاهر محمد طاهر، كنا بنتمنى ياسر ريان ان هو كمان يوفق. دعم نفسي يا كابتن ايمن للعيبه، اختراقات اللعيبه من العمق من الاجناب. علي معلول فكرنا بنفسه طبعا اخر 10 دقائق ربع ساعه بالهدف الجميل بتاع وليد سليمان. يعني في حاجات كتير قوي في الملعب هنتكلم عنها بعد نهايه المباراه ان شاء الله، انما كبدايه طبعا للدور ده انا ما بثقش الحقيقه في الاول ماتش النوك اوت ده. يعني الحمد لله ان احنا خلاص بقت السيطره لينا، وقرار جريء جدا من الحكم انه احتسب يمكن نتيجه المباراه الاولانيه، وشكل الفرقه دي ادى الجرأة للحكم انه يدي النادي الاهلي حقوقه. وكنا بنتمنى ان احنا بقى نشوف اهداف اكتر من كده، انما اكيد ال 45 دقيقه الجايين مستر موسيماني هيكون لي شكل تاني وكلام تاني، وفي فرصه لعوده اللعيبه اللي احنا مشتاقين لها الحقيقه، زي قفشه وزي كهربا وزي صلاح محسن. كابتن علاء، طبعا نتيجه الشوط الاول فوز مستحق للنادي الاهلي وتواضع مستوى الخصم. فوز مستحق ده اكيد، مفيش صعوبه خالص في المباراه ايمن، زي ما كلنا كنا في الاستوديو الفريق سهل جدا، ما عندوش يعني كل مفيش مشكله في الملعب، باسهل طريقه توصل للمرمى. وبيلعبوا 10 كمان دلوقتي، هم المفروض يلعبوا 12 عشان لو عايزين يجاوبوا، لو لعبوا 12 برضه هتكسبوا مفيش اي مشكله خالص. باسهل الطرق انت توصل للحارس، كلها بس انك تشوف المساحه فين، زي الطرد. الطرد اللي حصل بيوريك انك اي كره من العمق جول. الهدف اللي جابه اللي عمله وليد للطاهر وكره عكسيه، زي ما قلنا كان اتكلمنا في الاستوديو برضو، قلنا المساحات اللي على الاطراف دايما مفيش حد مغطي فيها، حصل بالهدف الاول بتاع طاهر، نموذج للي احنا قلناه، المساحه فاضيه، طاهر استلم هدف حلو قوي، كويس ان طاهر جاب هدف النهارده. اتمنى ان كل اللعيبه اللي عايزه تحرز اهداف زي ما الشريف قال، بس من غير طمع. لان من غير طمع هتلاقي الكره ماشيه سهل جدا، وتلاقي الاهداف بتيجي، بس من غير طمع. وحاول في المباريات دي ممكن تبقى مستواك عالي قوي ايمن، وممكن تحب تعمل حاجات صعبه تطلع انت المباراه عليك مش ليك. فانا بتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يسهلوا الشوط الثاني، وفي اهداف اكتر من كده ان شاء الله. كابتن اسامه، شفنا جول مبكر للنادي الاهلي، يمكن سهل المأمورية وتسهل كمان اكتر بالطرد اللي حصل لفريق سنديب، ولكن غلت الاجوال كان ممكن تبقى ازيد من كده بكتير. يعني كلنا توقعنا كده قبل الاستوديو، بس احنا بنتكلم في الكوره من حيث الواقع، ان ساعات بتحصل فيها مش ان احنا ما نكسبش الفرقه دي، لكن تتصعب الامور شويه يعني. لكن كلنا توقعنا وقلنا انه مجرد ما النادي الاهلي هيحرز هدف بدري، والدقيقه 12 دي يعتبر بدري جدا يعني، مع الطرد الامور اصلا هم وقفتهم كتيره غلط. واحنا قلنا بص يا كابتن، احصائيات الشوط الاولاني سريعا 69-31 على الاقل الاستحواذ، يعني ايوه طبعا صعب طبعا، فرق كبير. انا قلت لك من المباراه الاولى، بس المباراه الاولى الملعب كان سيء، فبتقرب الكويس من الحلو، لكن الاهلي هو اللي كان واضح. ففرص كثيره جدا بالجمله، هدف جميل جدا لوليد سليمان برؤيه من اللي هو علي معلول، اللي بيلعب حاجات كده تحس انه واحد جراح يعني، بيلعب حاجات كده باتقان غير طبيعي. وليد بكل سهوله في المرمى، الجول الاولاني طبعا حلو قوي، طاهر عمله حلو قوي من تمريره برده بينيه لوليد، وفرص كتيره فيها استعجال ورعونه. لو الامور اهدى من كده ويحصل تعاون، اعتقد الحصيله ممكن تبقى فوق الاربعه وبعض الانانيه. ما بقول لك رعونه واستعجال وبعض الانانيه شويه. كابتن عادل، شفت الشوط الاول ازاي سريعا؟ اتمنى اننا يعني نغلط الفكره اللي هي بتتاخد على الكره المصريه، انك انت تقدر تكسب 2 3 4 5 10، انت بتستكتر على نفسك انك انت تكسب عدد كبير من الاهداف. لكن الشوط الاولاني شوط زي ما اتفقنا، يمكن السعاده في ان طاهر محمد طاهر جاب هدف، ويمكن طاهر كان محتاج الثقه ديت. وليد سليمان من اللعيبه الكبار الهداف اللي هو ممكن يخلص لك المباراه في ثانيه. الفرقه متواضعه، ولكن اتمنى الشوط الثاني ان احنا ندوس ونعمل رقم كبير جدا، عشان اتمنى اتغير، بس اغير الفكره عن الكره المصريه، انك انت لما تقدر تكسب
اكسب 10 تكسب 11 اكسب 12 اشتغل كتير. فرقه مطرود منها واحد تقدر تفتح ال ما عندهمش وعي تكتيكي، تقدر تلعب على الاطراف كويس قوي، توسع المساحات كويس قوي، هتعرف تجيب اكتر من هدف. واتمنى اشوف 6 7 الشوط الثاني باذن الله رب العالمين ان شاء الله. وزي ما قال الكابتن عادل ان شاء الله النادي الاهلي قادر بلعيبته انه يجيب الثالث والرابع والخامس والسادس ويعمل نتيجه ثقيله ان شاء الله. كل التمنيات طيبه للنادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله. وهنروح لفاصل دلوقتي وبعدين نرجع لكم مره اخرى بعد نهايه المباراه، ارجوكم انتظرونا.